واحدة بتحكي قصة وتقول: كنت باكل في مطعم ونقابي اتبهدل مني، ولحسن حظي كنت جايبة نقاب تاني معايا في الشنطة علشان لو حصل حاجة زي كده. فدخلت حمام السيدات علشان أغير النقاب اللي اتبهدل، فوقفت قدام المراية فجت بنوتة جنبي في نفس سني تقريبا، وقفت جنبي وفتحت شنطتها وطلعت الروج والكحل والفاونديشن وحاجات كتير رصيتهم قدامها، وأنا استغربت بصراحة. بصيت قدامي وبدأت أفك نقابي أنا كمان. أول حاجة عملتها شلت دبابيس كتير من النقاب وحطيتهم قدامي، وبعد كده فكيت الخمار والبنيه، وبعد كده نقابي رصيتهم قدامي زيها كده بالظبط. وبدأت أغسل وشي، فلقيت البنت اللي جنبي بتبص على حاجتي باستغراب زي ما أنا استغربت على حاجتها. قالت لي بتعجب ليه كل ده؟ ما بتتضايقيش من لبس النقاب؟ بصيت لها وابتسمت وقلت لها: وهل حافظ الشيء يؤذيه؟ يعني هل معقول الحاجة اللي بتحفظني تأذيني؟ فردت عليا بدهشة وقالت لي: بس انت جميلة جدا، ليه مغطية وشك؟ ابتسمت ساعتها معرفش ليه. واكتشفت بعدها ان في ناس بتقول انت حلوة لازم تلبسي نقاب عشان يحافظ عليكي، وناس تانية بتقول انت حلوة ما تلبسيش نقاب وخليكي افرحي بجمالك وشبابك. فعرفت وقتها اننا كمنتقبات صعب نرضي الطرفين. فرديت عليها وقلت لها: النقاب للعفيفات مش للجميلة ولا الوحشة، مع ان مفيش بنت وحشة. فبصت للمراية وبدأت تحط الروج بتاعها زي ما انا بصيت للمراية، وبدأت ألف نقابي من تاني. رجعت بصت عليا باستغراب من تاني وقالت لي: انت مش خايفة لما تتجوزيش؟ لسه هرد عليها في السؤال ده وحصلت حاجة ما توقعناهاش احنا الاثنين. ايه اللي حصل؟ تعالوا كملوا القصة بس على اليوتيوب وشوفوا المفاجأة اللي حصلت. كل واحدة لابسة نقاب لازم تشوف الفيديو ده. لسه هرد عليها جات بنتي من برا وقالت لي: ماما بابا بيقول لك هو نام برا، انت اتاخرت كتير كده ليه؟ ضحكت ورديت عليها: قولي له خلاص ثواني وجاي. لقيتها بصدمه بصت على بنتي وقالت لي: انت متجوزه؟ قلت لها: متجوزه من بعد لبسي للنقاب بشهر. فحسيت انها اتلخبطت وافكارها دخلت في بعضها وقالت لي: هو النقاب ما بيمنعش الزواج زي ما بيقولوا؟ قلت لها بابتسامه: الزواج رزق من عند الله سبحانه وتعالى، والنقاب طاعة لله سبحانه وتعالى، فكيف لطاعة لله تمنع رزق؟ وقلت لها: أنا عارفة إنك بتلبسي اللبس ده وبتحط ميك اب وروج كتير علشان يمكن حد يعجب بيك وتتجوزي. فردت عليها بسرعة واستنكرت كلامي وقالت لي: لا لا لا، أنا بتزين لنفسي مش للناس. فابتسمت ابتسامة ثقة وقلت لها: هو أنت بتشوفي نفسك أنت وماشية ولا الناس اللي بتشوفك؟ صدقيني اللبس ده ما بيجيبش رجالة. فحسيت انها اتضايقت فرفضت ازود في الكلام. خلاص حطيت اخر دبوس ليا في النقاب او في الخمار ولبسي بقى تمام. وهي كمان كانت خلصت وبتلم مكياجها. فقررت اختم المحادثة بتاعتي معاها لحاجة اخيرة او بسؤال، وقلت لها: انا خلاص اتزينت للجنة، يا ترى انت اتزينت لايه؟ الدنيا فانية فجعليها في طاعة، فاللهم حبب إلينا الستر وزينه في قلوبنا، واجعل ما تحت الستر ما يرضيك يا رب العالمين. اثبتي ذات النقاب فإنك على حق. حلفتكم بالله لو عجبكم الفيديو اشتركوا في قناتي على اليوتيوب، فعلوا زر الجرس وشوفوا أجمل القصص والحكايات.